قناة صحتي ومشاهدي برنامج الموسوعة الطبية. أنا الدكتور أحمد فرج، أستاذ الجراحة في القصر العيني وتخصص قولون مستقيم وشرج. بحب النهاردة إن أنا أكلم حضرتكم على حاجة شائعة وناس بتسأل عليها كتير، اللي هي الأمراض الشائعة في أمراض المستقيم والشرج، زي أمراض البواسير والشرخ والنواصير الشرجية. إيه الجديد فيها وإيه اللي إحنا نعمله عشان نتفادى هذه المشاكل؟ وهل في نصائح معينة بننصح بيها كأطباء للعامة؟ في الأول أحب أقول إن أغلب المشاكل دي بتيجي بسبب العادات الصحية الغير سليمة، سواء في الأكل. إحنا للأسف طبعا بنتجه إلى النمط الغربي للغذاء، اللي هو بنهتم قوي دلوقتي تلاقي أولاد في البيت كتير بيجيبوا الأكل اللي هو الوجبات السريعة، ما بنهتمش بمحتوى الأكل، ما بنهتمش بنوعية الأكل الجيدة، في حين إنه أهم حاجة عشان الشرج ما يعنيش يبقى عندي قولون بيشتغل كويس. مفيش إسهال، مفيش إمساك، بنقلل أو نمنع خالص المواد الحريفة زي الشطة وما شابه، وتعود على العادات الجيدة في دورة المياه. إيه هي اللي إحنا نعمله؟ طبعا إحنا بنهتم جدا بالألياف، يعني نتذكر دايما لازم الوجبة بتاعتنا تحتوي على فواكه طازجة، تحتوي على سلطة، على خضروات طازجة. ومن الحاجات اللي هي مثبتة علميا جدا اللي هي بنسميها البران أو الردة. الردة بتاعتنا العادية بتاعت زمان اللي هي كنا بنجيبها من الفران دي ونحطها على زبادي مع شوية عسل كده عشان نخلي طعمها ظريف، عسل أبيض ولا حاجة، دي لما بناخدها بتساعد على حركة القولون وبتمنع الإمساك، لأنه الإمساك بيؤدي إلى لقعات كتير في التويلت والتعني والحزق كتير، ده كل ده بيعمل مشاكل بتاعت الشرج. لو تفاديناها نقدر ان احنا يكون عندنا حياة من غير مشاكل اللي هي الشائعة دي. والحاجة التانية بتهمل كثيرا وهي شرب السوائل بكثرة، لا أقول مياه فقط لكن السوائل كلها، لكن طبعا المياه من أهم السوائل اللي الواحد لازم يبقى حريص ان هو يشربها. دي بيساعد على حركة القولون، زائد بيساعد على نشاط الجسم كله. يعني أحد الأبحاث اللي كانت معمولة على أسباب الإرهاق اللي كلنا ممكن نشعر بيه بسبب ضغط الشغل وضغط الحياة والجو الحار، بيبقى أساسه قلة شرب المياه. يعني شرب المياه مهم جدا لنشاط الجسم ونشاط القولون، طبعا غير إن هو بيبقى مضر للبول، فهو مهم جدا للمسالك البولية وبالنسبة للبول. لكن احنا هنركز على قصة ان احنا ازاي يبقى عندنا قولون متعايشين معاه كويس، ان في ناس بتعاني بيقول لك من قولون عصبي، قولون بيتعبهم مشاكل وبيؤدي طبعا في الاخر المشاكل اللي هي الشائعة اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت البواسير والشرخ وما شابه. الحاجة برضو اللي بتساعد الرياضة، الرياضة مهمة جدا. احنا الكلام ده متوارث انه دايما الرياضي ما بيجيلوش امساك، قولونه منتظم، ولكن هذا كلام مثبت بدراسات حركية القولون. لما عملوا دراسات وشافوا حركية القولون بيحطوا له جهاز داخله كده عشان يقيسوا حركية القولون، زي الجهاز اللي بيحطوه هولتر كده عشان مقياس حركة القلب وخلي الواحد يعمل نشاطات معينة في اليوم، لقوا لما الواحد بيعمل رياضة بيزداد حركية القولون. القولون برضو عشان نبقى فاهمين له حركيتين، الحركة الأولانية انقباضية، لأنه القولون بيستقبل تقريبا 2 لتر من السوائل جاي من الامعاء الدقيقه، بيركزها ل 200 300 سنتي اللي هو بيحصل منه الاخراج، لكن الباقي كله بيمتص كسوائل، حاجات قليله جدا بتمتص في الامعاء الغليظه. اغلب الامتصاص بيتم في الامعاء الدقيقه، لكن وظيفه الامعاء الغليظه اساسا هي عباره عن استكمال امتصاص السوائل الموجوده في الغذاء اللي جاي من الامعاء الدقيقه. الحركه اللي هي الانقباضيه دي بتساعد على ان هي تدي وقت كافي للقولون ان هو يمتص هذه السوائل. لكن في حركه اخرى، حركه دوديه بتتم مرتين او 3 مرات في اليوم، بيتحرك كل محتويات القولون دي للاخراج، جهاز الاخراج. لما بيبقى الواحد ما بياكلش الياف كتيره او ان هو ما بياخدش سوائل او ما بيعملش رياضه، بتزداد الحركه الانقباضيه اكتر من الحركه الدوديه، فما فيش طرد، وبالتالي بيتم امتصاص المزيد والمزيد من السوائل من الامعاء، يؤدي في الاخر لمعادله الغليظه، يؤدي في الاخر الى ان هو بيقول لك انا عندي يبس في التبرز وصعوبه اخراج وبقعد كتير في الحمام وبحزق، يبتدي يظهر مشاكل لو عنده استعداد لبواسير تظهر او شرخ يظهر او لنواصير شرجيه تظهر.
فاحنا بنهتم قوي قوي بالعادات السليمة في الأكل، وهي زي ما قلناها تاني ونكررها: ألياف، سوائل، رياضة. الحاجة بقى التانية، احنا قلنا هنبعد بقى عن الشطة وما شابه. طبعا برضو في ناس تاخد ملينات بدون داعي، يعني يقول لك انا خايف لا يجي لي امساك واخد ملينات. لازم نعرف ان الاسهال او اللي هو البراز السائل ده يأذي الشرج زي بالظبط الامساك، وانه اللي ربنا خلقه مفيش افضل منه، واحنا ما ناخدوش من غير اشراف طبي. زائد انه الملينات على المدى الطويل بتأذي القولون. في عندنا مرض اسمه قولون الملينات، ولما ندخل بالمنظار ساعات نلاقي القولون فيه ترسبات ميلانين زي اللي موجود على الجلد كده، اللي بتدي السمار بتاع الجلد، ميلانوزس كولاي، من كتر ما بياخد ملينات وبتؤثر سلبا على حركية القولون. فأغلب الملينات يا اما تاخد فترة قصيرة وتحت اشراف طبي، لكن في ناس بتستخدمها للأسف على فترات طويلة جدا بدون اللجوء الى طبيب. وهنقول لحضراتكم في نبذة قصيرة بعد كده ايه البدائل، لان دي حاجة مهمة قوي. يعني احنا اهم حاجة في الموضوع ده ان هو الواحد ان هو ما يقعدش كتير في التواليت، ما يحزقش كتير. بعض للاسف يعني المعلومات العامة او حتى بعض الدكاترة مش متخصصين يقول لحضرتك عود نفسك في وقت معين تدخل التواليت وتعمل اخراج عشان الجهاز الهضمي يتعود. الكلام ده بنلجأ له لما بيبقاش فيه، بعض المرضى ما بيبقاش عندهم احساس، وبننظمهم بالادويه على الموضوع ده. انما هو المفروض احنا بنسميه الاخراج في اللغه العربيه قضاء الحاجه، وحتى في الانجليزيه كول اوف نيتشر، يعني في رغبه وانا عايز ادخل التايلت. وبرضه في الفرنسيه هي بالظبط زي قضاء الحاجه، في ام بيزوان، يعني في رغبه وعايز ادخل التايلت. لانه زي بالظبط لما اقول لحضرتك ادخل وكل في وقت معين، طب انا معدتي مش جاهزه، لو انا كلت وانا شبعان بالتاكيد هاذي الجهاز الهضمي بتاعي. نفس الموضوع لو دخلت التويلت وانا ما عنديش الرغبه القويه لدخول التويلت هاذي الجهاز الهضمي بتاعي السفلي. عشان نبقى فاهمين القصه دي، الجهاز الهضمي ده ربنا خلقه في كميه اعصاب ومواد موجوده في للاعصاب زي اللي موجوده بالظبط عددا ونوعا زي اللي موجوده في الجهاز العصبي المركزي في المخ والنخاع الشوكي. وعشان كده بعض الادويه اللي بياخدوا ادويه اعصاب او ادويه نفسيه بتؤثر على حركيه القولون، لانه بيتاثروا بنفس الحاجه. لدرجه انه دلوقتي بيقسم في الطب الجهاز العصبي الى الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والنخاع الشوكي، والجهاز العصبي الطرفي والاعصاب الطرفيه، وجهاز العصبي المعوي. فاحنا بنقول كده للمريض عشان نبسطها عليه: الجهاز الهضمي يؤمر، احنا ننفذ. جعت اكل، عايز ادخل التواليت مزنوق، هو ده الصح الوقت المناسب بدخل التواليت. لانه اي محاوله والقعاد كتير في التواليت والعادات السيئه زمان اللي كان بيجيب جرنان ويجيب قهوه ويشرب ويقعد ويقول لك انا بقعد نص ساعه او ساعه، او دلوقتي ياخدوا الموبايل، كل ده في منتهى الخطوره على ان هي اللي عنده استعداد للبواسير او موجوده بواسير او شرخ انها تزيد. فاحنا بننصح دايما انه خلي قضاء الحاجه اقصر فتره ممكنه لما يكون في رغبه شديده. النصائح اللي احنا بنديها دي هي اللي هتحمي اللي ما جالهمش هذه الامراض ان هي تجيلهم، وهي امراض شائعه، وهي عشان كده معروف من الامراض الشائعه، او اللي عنده ان هو قد لا يحتاج جراحه. وانا بيجي لي عيانين كتير قوي ويقول لي من ساعه ما حضرتك اديتنا النصائح دي انا حاسس ان انا مش تعبان، وانا كنت جاي عشان اعمل جراحه دلوقتي مش محتاج. وحتى لما بندي بعض الادويه المساعده بقول لهم يا جماعه الادويه المساعده دي هتمشي معاك شهر، لكن اللي هيمشي معاك طول العمر النصائح اللي بنديها لحضرتك. وده نوع من العلاج، يعني احنا بنعتبره علاج غذائي وعلاج بنسميه بيهيفيرال، يعني بغير النمط، سواء النمط بتاع الحياه في الرياضه وسوائل والياف او نمط دخول التويلت، لانه هو ده اللي كان بيحمي اجدادنا ان هم ما كانش حريص على يدخل التويلت بتاعه وانا مش عايز اتزنق بره وادخل تويلت تاني. فما كانش القصه دي، ما كانش الامراض دي شائعه، بقت دلوقتي شائعه وبقت بتؤرق الكثير من الناس. اضطراب القولون طبعا ما ننكرش برضو الاثر النفسي، وزي ما قلنا بعض الادويه انها بتؤثر عليه. فاحنا برضو نهتم بان احنا لو لقينا حاجه زي كده ان احنا بناخد استشاره الطبيب، عشان لو في حاجه مؤثره من الادويه اللي بناخدها على حركيه القولون المستقيم بنعملها. بالنسبه برضو لمرضى اللي هو عندهم التزموا بهذه الامور ولسه عندهم البواسير الشرجيه او الشرخ الشرجي او النواصير الشرجيه، بطمن حضراتهم ان في دلوقتي علاجات حديثه، وما عادتش العمليات دي مؤلمه زي ما كان زمان. طرق تسكين الالام قبل واثناء وبعد الجراحه اختلفت خالص، زائد اختيار العمليه نفسها اللي هي بتناسب لكل مريض بتبقى لها اثر مهم جدا. فاحنا دلوقتي عندنا علاجات للمراحل المبكره ذات تشمل الحقن والربط وما شابه،
وفي حاله عمليات للحاجات المتقدمه حديثه. فيعني ارجو ان هي يكون المعلومات دي مفيده لحضراتكم، ونشكركم وعلى لقاء مره اخرى ان شاء الله.